السلام عليكم يا معشر اليوتيوب، معكم عثمان سليمان وانتم تتابعون حلقة وفلوق جديد. احنا اليوم الثالث في الامارات، والحين بنروح دبي لاند اللي فيها موشن جيت، بوليوود وليجولاند. يوم كنت بعمركم ما كان في هالاشياء، الحين لازم اعيش الطفوله كينجدم، ثالث واحدة اللي هي الإماجينيشن، ورابع واحدة اللي هي الأدفنتشر. في العاب حق الكبار والصغار، طبعا زوجتي ما تلعب في العاب انا بلعبها، فلازم اجيب ولدي لما يجي ان شاء الله. الحديقه مقسمه الى ثلاث اقسام، القسم الاول اللي هو الاكل والمطاعم، القسم الثاني اللي هو ليجولاند ووتر بارك، القسم الثالث اللي هو الموشن جيت والبوليو. ان شاء الله اليوم نكون فارين كل شيء. نتيجتي 17,000، زوجتي 13,000. الخسران دائما يقول حق الثاني غشاش. طبعا احنا طلعنا من ليجولاند مثل ما تسمعون اغاني هنديه، رايحين بوليوود لاند، فان شاء الله تطلع قد التوقعات. ثلاث اشياء فيلمين وصناعه الفيلم الثالث، فيلم حقيقي سووا التريلر قدامنا، كانت تجربه وايد. انا في مدينه الموشن جيت، خلصنا من الب
بوليوود والليجولاند، بس للاسف باقي ساعه ونص وتسكر كل المدينه. المدينه اخر مدينه فيهم تسكر هي الموشن جيت الساعه 8. طافنا العرض اللي هو ستيب اب دبي اول ان اللي هو الفيلم، فما عليه جايات اكثر. للاسف ان هاو تو ترين يور دراجون مسكر، احلى باباي مسكر. اخطر لعبه لعبتها، مو خطره يعني تاذيك ولا لا، اخطر لعبه يعني قويه نار. دريم ووركس قويه، للاسف في اشياء مو مفتوحه مثل هاو تو ترين يور دراجون، وفي اشياء مسكره لان الوقت تاخر. فالحين احنا مع كولومبيا بيكتشرز. خلصنا فرتنا وسكوا الحديقه الساعه 8، انتهت رحلتنا في دبي لاند او الموشن جيت او بوليوود او ليجو لاند. بكذي تكون خلصت رحلتنا اليوم، يعطيني العافيه، يعطيكم العافيه على المشاهده. اتمنى انكم تزورون المكان، المكان وايد يستاهل. كم تقييمك للمكان ككل؟ ثلاث منتزهات. 8.5. 8.5؟ انا قلت 9. يستاهل، يستاهل على الاقل، على الاقل الزامية تجربه مره واحده. لا تنسون تسوون سبسكرايب وتكتبون كومنت اذا رحتوا الحديقه دبي لاندز. يعطيك العافيه. باركس ولا لاندز؟